تحسي بان الناس ملي كيولدوا ولاد كيتكلفوا بهم، سواء كان راجل او كان امراه، يعني كان اب او كانت ام، خصهم يتكلفوا بولادهم. ملي كيطلقوا كتبقى الحضانه عند واحد فيهم، ياك هادشي باش تحسن منا اوروبا. ها راه العقليه الاوروبيه راه في شي حوايج راه مهمه، الا وهي في الطلاق. القاضي كيشوف الابناء ما كيشوفش المزوجين. حنا في المغرب واخا كيحاولوا قرصيها بزاف الناس، ما كيقبلوش هذا النوع من النصائح. لهلا لهلا ابراهيم، انا ممكن نقول داكشي اللي كيرضي الضمير ديالي، حيت هو اللي دابا بغى يفطر، اذا ما يعملش الفطور. هو مسكين اللي يكون خدام، الله يحسن العوان. باقي ساعة. يمكنش. ما عادش كتفطروا نتوما؟ المغرب ما كتودنش عندكم بكري، وزمان عندكم الثلج. تعيشهم يمكن تستقر في كازا وتجيب بنتها راضية بقدري. انا ما كنهضرش على دابا، هي عامين وهي في كازا، ياك راه ماشي غير هي، راه بزاف د الامهات هذه بعدا، راه هذه بعدا راه مخليه بنتها مع والديها وتتسول فيها وتمشي تطلع ليها وباغيه تزوج وتدي معاها بنتها. وراه كاينين شي وحدين اللي سمحوا في الاولاد للراجل، ما كيسولوا كاع في ولادهم، وكاينه اللي كتلوح ولدها لجداته ديال امه ولا ديال باه، ما تبقاش تسول فيه. كاينين على 7 ولاية. واه قلت لكم كنهضر. قلت لكم منين في اوروبا ملي كيبغي الراجل والمراه يطلقوا، القاضي كيشوف غير الولاد، ما كيشوفش المراه والراجل. في المغرب لا، في المغرب كيشوف شويه من جهه الولاد في المصروف كذا وكذا، ولكن اصلا في الغالب الا جيتي تقلب في العائلات اللي مطلقين دابا وعندهم 3 4 ديال الدراري، تلقى باهم ما كيصرفش عليهم. فهمتي؟ ولا كان ما خدامش، يعني شي وظيفة موظف، ولا كيصرف على ولادو من بعد الطلاق. الا ما كانش موظف راه ما كيصرفش عليهم، وكتعيا تدخل فيه الحبس من بعد، كتعيا هي حيت كتلقى راسها كتصرف في المحاكم باش تدخلو هو للحبس، وما غيعطيها حتى ريال. كتقول داكشي غنصرفو عليه باش ندخلو للحبس، نصرفو غير على ولادي وخليه، وكتسمح ليه في جمل وما جمل. انا كنعرف اللي ما عمره ما صرف على ولادو 18 عام 12 عام، ما عمره ما عطاهم مصروف. وإذا كاع رفعت عليه دعوة كتحكم عليه المحكمة 6 شهور 7 شهور ديال الحبس، كيخرج يضربها كيخرج غليظ وبيض. وديش غنقول لكم لا اله الا الله. فما كيقلبوش في الاولاد، ولكن الاولاد راه ما نتسناوش حتى المحكمه تعطيهم حقوقهم، راه خص الوالدين هما تكون عندهم داك نابع داك الحس ديال المسؤوليه من الداخل. من حقك ترجعي تقراي، من حقك تخدمي، من حقك تزوجي. راه عندها تبارك الله 35 عام، مازال صغيره، وطلقت هذه 6 سنين باش مطلقه السيده، يعني من حقها تقدر تتزوج، من حقها بزاف الحوايج. كون صيفط لي النجيمات فهمتي، من حقها بزاف ديال الحوايج. مازال ما طلعش، شكون صيفط لي النجيمات؟ من حقها بزاف ديال الحوايج، ولكن ما من حقهاش تسمح في بنتها. جدتها ما غاديش تربيها كيما تربيها امها، ان الجدود كيفشوا الدراري، والدري خصو يولف بان راه كاين واحد اللي مسؤول عليه. ملي الولد كيولف ها كاين امو، كاين جداه، كاين خالته، كاين عمته، شكرا رضائي بارك الله فيك. يعني كيتفرق المسؤوليه على عرام الاشخاص في العائله. الا هذا قال ليه لا، ولا اخر قال ليه هي، كيمشي يجري ويضرب مولب داك المولي. لا حق راه عمتي قالت لي واخا، ولا خالتي قالت لي واخا، واخا انت قلتي لا راه هي قالت لي واخا، فهمتي؟ وكيخلق مشاكل في العائله، وهو كيطلع كيولي براس، وكيولي يكذب، كيولي يدير بزاف ديال الحوايج. والبنت في السن ديال المراهقه محتاجه لامها، محتاجه لامها توصل 20 عام ولا كاع فوت 20 عام. ايوا اش نقول لكم، هذا هو المشكل. فاش كيطلقوا الوالدين كيقولوا ها علاش انا كنتابع سميه وكان ما شكرا بزاف صبير ايوب الله يخطيك. فهمتي؟ الوالدين دابا كيفكروا في ريوسهم ملي كيطلقوا، كينساو بانهم ولدوا، راه داك الولد ولا داك البنت راه انت اللي بغيتي تولدها. فهمتي؟ راه ما نزلش عليك من السما، راه تزوجتي ووفرتي الجو المناسب باش تحملي وتولدي. اش من دوله هنا كيضربوا الجيب واقتطاعات من المنبع، القانون في خدمة المرأة، والراجل كياكل لاصا وكيخليه وضربوه. شوف ابراهيم، كيخليو ضربو الراجل، كيخليو ضربو المرأة، المهم كيحافظوا على حقوق الطفل وكيراقبوا الحقوق ديال داك الطفل. ابراهيم هذه اهم حاجة وما ننكروهاش، كيراقبوا حقوق الطفل، كيبقاو يجيو يقلبوا فيه. نسي واخا راه والديه كيلعبوا ليه على النفسية، راه انا كنشوفهم هاهما الدولة راه موفرة ليه الحقوق ديالو المادية والقوانين ديالو، ولكن راه الوالدين كيلعبوا ليه على النفسيه، مو تتحرشوا على باه، با تيحرشوا على مو.
نعطيكم عام مثال. دابا الراجل المغربي ومراه مغربيه طلقوا، ما عرفناش شنو هو السبب، مثلا في شي دوله اوروبيه، في المانيا مثلا. ركزوا معايا في هذا الملاحظه، مورا غنمشي في حالاتي. راجل مغربي ومراه مغربيه زوجوا، والدين مثلا وليد ولا بنيه تما في برا، ناضوا طلقوا، مشاو للمحكمه، كهما طلقوا سواء اتفاقي ولا ماشي اتفاقي، تخلى ضربوا داك الراجل، عطاو ليها هي الحق ديالها ياك، عطاوها حقوقها. نجيو للحضانه، في الغالب كيتقاتلوا على الحضانه الاباء بجوج، علاش؟ باش يبقاو يشدوا فلوس ديال الدراري. ديو هادي معايا، فهمتي، ديوها معايا باش يبقى شكون فيهم غيشد فلوس ديال دايو. راه ماشي مضابي على الحقوق ديال دي على التربيه ديال الولد، مضابي على الفلوس. نجيو من الاخر، شي المخير فيهم يقول لي انا راه باغي الحضانه ولدي، نحيدو امو، راه باغي غير الفلوس ديال الولد. ناسي بلي الولد غيوصل 18 طون، غيتحيدو دوك الفلوس، شحال كاع غتعطيك الدوله الفلوس ديال داك الدري. المهم ما عليناش، هادي بوحده. دابا مثلا عطاتهم الحضانه موتي موتي، الولد كيضرب سيمانه عند امو، سيمانه عند باه. ملي كيمشي عند امو، كتجي شي وحده عند باك، باك عنده شي كوبين ديالو، باك طيب ليك هادي، دار ليك هادي، غسل ليك هنا، قد ليك هنا، فعل ليك ما كيقاسك هنا، ليك ما كيدير ليك هنا، واش كيجيبك من المدرسه، واش كيديك المدرسه، واش كيرجع كيرجع معاك، يدير معاك الدوفوار، فهمتي، كتبقى دير ليه لونكيت. مو مو دير ليه لونكيت ديال المخزن، وخصها غير تشد عليه شي طغرا، وتقدر كاع الا هي كانت مأطره على الولد ولا البنيه مزيان، كتحفظو شي كتبه وتمشي ديك لاريبيه. وقعت بزاف ديال الناس تما في اوروبا، ونفس الشيء الراجل، نفس الشيء، ينفض يضرب داك الولد سيمانه عند امو، ويجي عند باه، ما كيجي عندها شي صاحبه، كيفاش كتعامل معاه؟ شنو جا دار عندكم؟ كلا عندكم، بس عندكم، طلع لا شومبو ديال مامو، اش دار؟ اش فعل؟ شنو جاب ليك؟ خرجتو؟ فين مشيتو؟ فهمتي، كيبقى يبحث من وراه، ولكن ما عندهم يصور من وراه، نقول لكم الصراحه، والله ما عندهم يصور من وراه، حيت تما القانون راه كيما قال ابراهيم كيحمي المراه، كيخضبوا الرجل كيحمي المراه. نجيو على المكالمه هذه.